مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من رياضة اليوم، والبداية بكرة القدم، حيث اسفرت قرعة دور 16 المكرر من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي والتي اجريت اليوم بمقر الاتحاد بالعاصمة المصرية القاهرة، اسفرت عن مواجهات قوية لممثل الكرة الوطنية في المسابقة. الفتح والرباطي المتأهل وبجدارة على حساب فريق سبورت فيلا الأوغندية، وقعت القرعة في مواجهة فريق الملعب المالي والذي ودع مسابقة دوري الأبطال على يد زيسكو يونايتد من زامبيا. أما الكوكب المراكشي المتأهل عبر بوابة مولودية وهران الجزائري، فسيواجه المريخ السوداني الذي أقصي من طرف وفاق سطيف الجزائري. هذا وستقام مباريات الذهاب بين السادس والثامن من شهر مايو المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 17 و18 من نفس الشهر. دائما في أخبار سفراء الكرة المغربية في المنافسات القارية، حيث وصلت بعثة فريق الوداد البيضاوي صباح اليوم إلى مطار محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، بعد أن حققت الأهم بتأهل الفريق البيضاوي لدور المجموعة مسابقة دوري الأبطال، وذلك بعد تعادلها وبهدف لمثله في ضيافة تيبي مازيمبي الكونغولي في إياب دور 16، علما أن لقاء الذهاب بالمغرب كان قد انتهى بفوز الوداد وبثنائية نظيفة. ووجدت البعثة في استقبالها العشرات من مشجعي فريق القلعة الحمراء الذين جاءوا إلى المطار من أجل تحية اللاعبين على أدائهم في لومبشي وضمان التأهل على حساب حامل اللقب فريق تيبي مازيمبي الكونغولي. احنا دخلنا الجوله الاولى ودخلنا عازمين باش نحققوا الهدف، وجا علينا واحد الهدف في الجوله الثانيه كما دواو اللاعبين باش نجيروا المباراه باقل الاضرار. الحمد لله تاثرنا هدف في الدقيقه 90 وتاهلنا الحمد لله. كتوقف 18500 واحد من الجمهور ديال فريق مازيمبي وقفوا وقفه رجل واحد بعد المباراه وصفقوا الفريق الوداد، فاعلم بان كيشرف اي مغربي ان يكون عنده فريق سميتو الوداد الرياضي. وثاني حاجه، اول فريق مغربي وعربي يقصي مازيمبي بقلب لوبومباشي، هادشي كله كيشرفنا وكيزيد كيرفع من المستوى ديال المسؤوليه اللي علينا، لان هذا علاش حنا زدنا في هذه الفرحه وانتم استقبلتونا وداكشي، لان الاسم يتعلق بمازيمبي. على قبل الوداد داس المجموعات ان شاء الله والعصبه ان شاء الله، وديما وداد. وفي الحقيقه الشعور ما كيتوصفش بالنسبه للتاهل ديالنا، وان شاء الله كنقول للجماهير الوداديه راه البطوله ان شاء الله تي جايين ليها، كنقولوا للجراد والفرق الاخرى حنا جايين ليكم، تبرتوا على هذا العام. ديما حمراء، ديما وداد، ديما وداد. وتسناونا ان شاء الله تلك فرق وفاق سطيف والزمالك والاهلي، احنا جايين لكم انت في العصبه، الوداد العام غادي كل شيء ان شاء الله. بعيدا عن كرة القدم، تم الخميس بالعاصمة الرباط تنظيم ندوة صحفية من أجل تقديم الأسماء المشاركة في النسخة القادمة من ملتقى محمد السادس الدولي ألعاب القوى، والذي انضم لأول مرة العصبة المسية، وسيكون بالتالي محطتها الثالثة في السنة الحالية. وسيشارك في الملتقى 39 عداء وعداء سبق لهم إحراز ميداليات في البطولات العالمية أو الألعاب الأولمبية، كما أكد 190 عداء وعداء
من 49 بلدا من مختلف القارات مشاركتهم في الدورة التاسعة للملتقى المقرر إجراؤها في 22 من شهر مايو المقبل بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. عبد السلام أحيزون رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أكد أن الدورة التاسعة من الملتقى ستعرف نجاحا كبيرا، وذلك من خلال الكم الهائل لوسائل الإعلام التي ستعمل على نقل هذا الحدث إلى مختلف بقاع العالم، والذي حدده في أكثر من 150 قناة تلفزية محلية وأجنبية. هذا الملتقى الذي ما فتئ يحصد النجاحات تلو النجاحات، لأنه كما تعلمون انتقل من ملتقى مبتدئ في المغرب إلى أحسن ملتقى على القارة الإفريقية، ثم تشالنج ليج، وفي آخر المطاف كما تعلمون وكما تم التصريح بذلك اليوم ولوج هذا الملتقى إلى العصبة الماسية المعروفة، وهي أعلى دوري في الاتحاد الدولي لألعاب القوى. في المغرب دائما تتواصل بمدينة الداخلة فعالية النسخة الثانية من السباق التضامني الصحراوي ريد، والذي يشمل على العديد من الرياضات كالعدو ليلا وركوب الدراجات وسباق الزوارق. وتهدف هذه الدورة إلى مؤازرة الفعاليات الجمعوية النسوية التي تنشط في مجال دعم النساء في وضعية هشاشة. مزيد من التفاصيل في روبورتاج لمحمد أمين بومزبرا من مدينة الداخلة. 60 امرأة من جنسيات مختلفة يشاركن في السباق التضامني الصحراوية، السباق الذي يتضمن رياضات متعددة كالعدو ليلا وركوب الدراجات ورياضة الزوارق، يرم دعم الجمعية المغربية العاملة في مجال دعم النساء في وضعية هشاشة وتجسيد مشاريعهن على أرض الواقع. هالتظاهرة هي تظاهرة رياضية غاد فيميناي سوليدير، ولكن اجتماعية، لأن تن كل إكيب اللي مكونة من جوج ديال النساء تضامنوا باش يشاركوا فيها من اسم جمعية، وحنا الهدف من هادشي كله هو بأن نوصلوا لواحد ليسبخي ديال التضامن اللي يكون حول كاع الجمعيات اللي تنتميو لها هاد المشاركات. برنامج المرحلة الخامسة من السباق جمع بين مجموعة من الرياضات الإيكولوجية كسباق الملاحة الرياضية وسباق الزوارق المتعرجة أو ما يعرف بالكانواي. المتسابقات تسلقن جبل جزيرة تروك المحادي لمدينة الداخلة، وذلك بعدما قطعن حوالي 5 كيلومترات بالزوارق المتعرجة. هي هذه المرحله كانت شويه صعيبه حيت كان الكورون تجرنا الاتجاه معاكس، ولكن واخا هكاك كانت شويه المنافسه، عاوتاني المناظر كانت مزيانه. دابا حنا وصلنا لواحد الجزيره باش غنقلبوا على واحد لي بوين. من فنلندا وانا فرحانه اللي جيت لهنا والزهراويه، و دابا عجبني الحال بزاف. المتنافسات يخوضن غمار هذه المسابقة ضمن فرق تتألف كل منها من عداءتين، وعلى غرار النسخة الأولى سيتم اللجوء إلى العداد لتصنيف المتباريات في كل مرحلة من هذه التظاهرة الرياضية الخيرية. إلى أخبار الدورية الأوروبية الآن، والبداية من إسبانيا، حيث قال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد ثالث الترتيب في الدوري الإسباني لكرة القدم، قال إن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بحاجة إلى الراحة والغياب عن بعض المباريات إذا أراد إكمال الموسم حتى نهايتها. كلام زيدان جاء بعد خروج رونالدو مصابا قبل نهاية مباراة فريقه مع فياريال والتي فاز فيها النادي الملكي وبثلاثية نظيفة. وأشار المدرب الفرنسي لأن إصابة رونالدو لا تبدو خطيرة على الرغم من خروجه من الملعب وهو يضع يده على عضلة الفخذ. ومكن فوز ريال على فياريال أمس مكن الميرينجي من البقاء خلف البارسا وأتلتيكو مدريد بفارق نقطة واحدة فقط. كرة
كرويا دائما التحق بروسيا دورتموند بمنافسه بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير وبثلاثية نظيفة على مضيف هيرتا برلين في نصف نهائي البطولة. وافتتح دورتموند التسجيل بهدف أحرزه اللاعب غونزالو كاسترو في الدقيقة 20، ثم عزز ماركو ريوس وهينريك ميخاتريان فوز دورتموند بهدفين آخرين في الدقيقتين 75 و83. هذا وسيخوض بروسيا دورتموند المباراة النهائية لكأس ألمانيا للمرة الثامنة في تاريخها، كما أنها المرة الرابعة التي سينافس فيها بايرن على لقب الكأس، علما أن آخر مواجهة بينهما على هذا اللقب كانت في موسم 2013-2014 وفاز فيها آنذاك فريق بايرن ميونخ وبثنائية نظيفة. في الدوري الهولندي لكرة القدم وفي لقاء عن الجولة 32، قاد المهاجم إركاديوس ميليك فريقه أياكس أمستردام إلى تحقيق فوز ثمين على مضيفه هيرنفين وبهدفين دون مقابل، ليواصل الضغط على منافسه بي إس في إيندهوفن في صدارة الترتيب العام وبالتالي مواصلة التنافس على لقب البطولة. فبعد شوط أول على إيقاع البياض أحرز ميليك هدفين، الأول في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، والثاني في الدقيقة 64. وبهذا إذن وصل أياكس مزاحمة إيندهوفن حامل اللقب في الصدارة، إذ تساوى معه في النقاط ب 87 نقطة، بينما تجمد رصيد هيرنفين في 41 نقطة في المركز 12. نختم الرياضة اليوم كالعادة بأخبار الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA، حيث جدد لوس أنجلوس كليبرز الفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز وب 100 نقطتين مقابل 81، وذلك في ثاني مواجهة بين الفريقين برسم منافسات البلاي أوف لحساب المنطقة الغربية. فعلى ملعب ستايبلز سانتر تألق عند كليبرز النجم كريس بول لتسجيله ل 25 نقطة مع 6 متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف زميله جاي ريديك 17 نقطة فيما اكتفى بلايك جريفن ب 12 نقطة مع 9 متابعات. هذا وستجرى المباراة الثالثة بعد غد السبت، حيث ستنطلق السلسلة إلى ملعب فريق بورتلاند. ختام رياضة اليوم، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.